يعني احنا اليوم راح نشوف الديريفيت الثالث للاسيد كاربوكسيليك يلي هو الاستر. شفنا انه الديريفيت الاسيد بنبدل الاو اش باتوم او بمجموعه اتومات. اذا بدلنا الاو اش بي سي ال بصير عندنا كلورير داسيل، اذا بدلنا الاو اش بي او سي او ار ار بريم بصير عندنا انيدريد. اخذنا كلورير داسيل وانيدريد، كل واحد منهم اخذنا بريباراسيون هيدروليز ونومنكلاتور. نفس الشيء حنشوف مع الاستير اللي هو ثالث ديريفي الاسيد، بدنا نبدل او اش هالمره ب او ار بي. حنبلش بالديفينيسيون تبع الاستير. ديفينيسيون تعريفه: ان استير اتان ديريفي داسيد، هو ديريفي الاسيد او لو جروب هيدروكسيل او اش محل ما الاو اش اي سبستيتي بار لو جروب الكوكسيل يلي هي او ار. فاذا جروب هيدروكسيل بدلناها ب او ار. حنشوف كيف هذا الاسيد كربوكسيليك RCO OH، OH حتروح ويجي محلها OR. هيك حيصير فورميل RCO OR، هيدي فورميل للاستر. اول شيء مطلوب نحفظه هو الفورميل، اكيد عم نكتب قدامنا تنحفظه مزبوط تنقدر نكمل. استريفيكاسيون، استريفيكاسيون هي رياكسيون بتسمح لنا نصنع استر. La réaction de désterification est une réaction entre un acide, entre un alcool et un acide carboxylique. هي réaction بين الكول واسيد كربوكسيليك. Elle donne l'ester. نحن بنعرف انه الديريفي للاسيد بنحضره من الاسيد. يعني شفنا كلوريد اسيل بنحضره اسيد مع BCL5 او مع SOCl2. الانيدريد بنحط اثنين اسيد بيعملوا ديزيداتاسيون انتر موليكولار بيروح منهم P2O5. هيدا الاستير عم يتحضر بالرياكسيون بين الكول واسيد. طب كيف بتصير الرياكسيون بيناتهم؟ اول شيء الاكواسيون نومينال اسيد كربوكسيليك مع الكول دو فلاش، بدي انتبه رياكسيون ليميتي استير مع بالصنص دو يلي هي استير مع او بتجزا لاسيد والكول بصير اسمها ايدروليز. صرنا بنعرف كتير منيح انه الايدروليز بنزيد لها مي والمي بتقص الجروب فونكسيونال بيتالف اثنين برودوي. فاذا نحن قصينا الاستير بالمي بده يرجع يتالف اسيد والكول. فاذا الاستيريفيكاسيون حنعيدها مع بعض، اسيد كربوكسيليك مع الكول بتعطينا دو فلاش استير مع هذا الاسيد كربوكسيليك عنده جروب كربوكسيل ار سي او او اش. اذا التقت مع الالكول اللي هي ار ان او اش شو بده يصير عندي؟ دائما خلوا الجروب فونكسيونال من جهه بعض، يعني خلي كربوكسيل والهيدروكسيل على السطر مقابل بعض تنكتب الاكواسيون صح. حنشوف شو عم يصير عندي. هيدي الاو اش بدها تاخذ معها اش. الاو اش اذا اخذت معها اش شو بده يتالف عندي؟ مثل ما انا شايفين حيتالف اش جزء. شو فضل؟ فضل ار سي او او ار ار سي او او ار. فاذا بنحط اسيد كربوكسيليك ار سي او اش مع الكول ار ان او اش، او اش مع الاش بتعطينا اش دوزو، بفضل في عندي ار سي او او ار. هيدا الاستر مع مي. طيب بنشوف كيف بنسميه للاستر. اكيد كيف تكون ايدروليز؟ استر مع مي بنعرف انه بتنقص الليازون، المي بنحطها اش او اش بصير ار سي او او اش ار ان او بيجي لعندها اش. فاذا استير مع مي اسيد مع الكول اسمها هيدروليز، اسيد مع الكول بتعطي استير مع مي اسمها استيريفيكاسيون. كاركترستيك لها رياكسيون لونت ليميتي اتومي، كرياكسيون كتير كتير مهمة بمناجمة، هي تقريبا اكتر رياكسيون بيجي عليها علامات، لانه ملاحظين انها لونت بنقدر نربطها مع درس سينتيك، نرسم كور، نجيب فيتاس، بنلاحظ انه هي ليميتي بنقدر نربطها مع درس الاكيليبر مع شاتيليه وهي اترميك كمان يتطبع عليها برنسيب دو لو شاتيليه. الاسيد فيني اعمل له دوزاج بباز فورت، يعني فينا نطرح منها اسئله اسيد باز، وفيها اسيد كربوكسيليك وفيها الكول، يعني اكواسيون تقريبا شامله اغلب الاوبجيكتيف الموجودين بالكور. راندومون للرياكسيون، متذكرها راندومون من درس الاكيليب. راندومون دي رياكسيون اي دوني بار لا فورميل، راندومون هي 100 فوا ان اوبتوني على ان تيوريك si la réaction est totale او 100 fois masse obtenue على masse théorique. بنتذكر مع بعض انه بدهم يعطوني ال n initial وال n initial، بيعطوني ال n obtenue بيقولوا جيب الراندوم.
من الان انيسيال بنجيب الرياكتيف ليميتون، بنجيب الان ثيوريك لو كان التوتال، اعطيني الان اوبتوني بيقولوا لي جيب الراندومون، هين كثير، او بيمشوني بطريقه ثانيه. بيعطوني الراندومون، بيعطوني الانيسيال، بيقولوا جيب الاوبتوني، ساعتها من الانيسيال بنجيب الثيوريك ومع الراندومون بنجيب الاوبتوني. حنشوفهم هدول بالتفصيل خلال الاكزرسيس، حنتعود عليهم كثير. بيكون صار المعلومات الاستر فورميلا له ار سي او او ار بريم، بيتالف اسيد مع الكول بتعطي استر مع مي. هالرياكسيون عندها ثلاثه كاركترستيك اللي هي انه هي لونت ليميتي اترميك، بدنا نحفظهم. راندومون هي 100 فوا ان اوبتوني على ان تيوريك سي لا رياكسيون اي توتال. حننتقل للنوموكلاتور. نوموكلاتور دي ليستر، لي نوم دي ليستر كومبورت دو بارتي، في جزئين. لا بريمير بارتي désigne le reste de l'acide. L'acide jaillit de l'acide en remplaçant dans le nom de l'acide la terminaison oïque par la suffixe oate. Par exemple, jaillit de l'acide menhib oate. La seconde partie du nom désigne le groupe alkyle issu de l'alcool. Jaillit de l'alcool biol. Mais je trouve kiff. Haïda l'ester. نحن اتفقنا هو جزئين، جزء جاي من الأسيد وجزء جاي من الكول. وين الجاي من الأسيد؟ هذا الجاي من الأسيد لأنه هو كان RCOH. وين الجاي من الكول؟ هذا بيخلص بأوات. الجزء الجاي من الكول يعني هذا اللي بعد الأو بيخلص بيل. طيب بيجي واحد بيقول طيب ليش هذا الأسيد؟ لأنه هو عنده RCOO، يعني قبل السي دوبليزون أو هو اللي إجا من الأسيد، واللي بعد الأو هو اللي إجا من الكول. فينا نتأكد؟ ايه اوكي، حنشوف مع بعض. هذا الأشتوزو دايما حنحطه نحنا هو كناية عن فش ومع أوش. الأشتوزو إذا قصيتها للإستر يفضل RCOO أوش، هي وقت نقصها فيه، وهون R1OH، معناتها هيدا الجزء الجاي من الكول بيخلص بإيل، هيدا الجزء الجاي من الأسيد بيخلص بيعط. غانا ناخد أبليكاسيون، أكيد حنحط ستة أبليكاسيون تنتأكد أنه الفكرة وصلت مظبوط، وبأكد تقريبا ما في ولا دورة وما فيها إستير لازم نسمي. حشوف أنا أول إكزامبل حسميه أنا، حتنتبهوا علي، حتبلشوا أنتوا تسموا الإكزامبلات الباقية. أول إكزامبل عنا إياه، إذا أخدت هيدا بالبداية بدي احدد اي جزء جاي من الكول واي جزء جاي من الاسيد. اللي قبل السي دوبليزون هو جاي من الاسيد، او مثل ما عملنا فوق بزيد الاش دو زو بالصا، هون كان ار سي او او اش وهيك كانت ار بريم او اش. حنحط اش او اش نصت سي اش 3 سي اش 2 سي او او اش سي اش 3 سي اش 2 او اش، معناتها هيدا جاي من الاسيد وهيدا جاي من الكول. حنحوطهم مع بعض، هيدا الجزء الجاي من الأسيد وهيدا الجزء الجاي من الكول. الجزء الجاي من الأسيد لازم يخلص بأوات، واحد اثنين ثلاثة، بيكون اسمه بروبانوات. الجزء الجاي من الكول بيخلص بإيل، بيكون هيدا اسمه بروبانوات ديتيل. ليش إيتيل؟ لأنه عندي اثنين كربون. فإذا نحن جزأناه لقسمتين، الجزء اللي جاي من الكول بيخلص بإيل، الجزء الجاي من الأسيد بيخلص بأت. كيف بعرف مين جاي من الكول ومين جاي من الاسيد؟ شفت اكثر من طريقه. الطريقه الاولى بقصها للموليكول وبحط هون او اش وهون اش، صار اسيد والكول. الطريقه الثانيه وهي اللي انتم حتعتمدوها لما بتعودوا على الدرس، اللي معه سي دوبليزون او هيدا الاسيد بيخلص بار، والثاني ايل، صار اسمه هيدا بروبانوات ديتيل. ما بينطلب بس هيك، بينطلب على طول اكتب الايكواسيون اللي بتعطي الاستر، يعني بدي اكتب الاسيد، مين الاسيد؟ اتفقنا نقصت هون واجت او اش لزقت هون، معناتها الاسيد بروبانويك والاش لزقت هون مع ايثانول. بنكتب الايكواسيون تنشوف كيف. اسيد بروبانويك سي اش 3 سي اش 2 سي او او اش، ما بتنسوا انه انتم حافظينها انه هي اسيد مع الكول، مع الكول هو سي اش 3 سي اش 2 او اش. حنحوط كيف صارت الرياكسيون، راح او اش وراحت اش. اكيد اذا واحد اخذ او اش من هون اش من هيك نفس الشيء بده يطلع نفس البرودوي، ما في مشكله عندكم كليا لانه هدول عم بستعمله انا تاشرح.
مع العلم انه هي القش بتروح من الاسيد مش القش، بس هذه ما بتعني لكم شيء كليا ضمن منهجكم. رياكسيون ليميتي بدي حده فلاش ولا بيشيلوا لي علامات تعطينا هيدا الاستير سي اش 3 سي اش 2 شفتو سيرتو نفسه مع اتفقنا او اش و اش بتعطي اش 2 اسيد مع الكول دون استر مع. اذا ما فهموا مزبوط بعيدوا مرة تم نرجع نطبق. بذكر حاعطي 6 اكزامبلات وحاعطي بعد منهم ابليكاسيون تنقدر نستوعب مزبوط، لانه كتير كتير مهم الدرس واكتر شيء يجي عليه علامات تقريبا. اكيد هون عم بينوا لي راحت الاش والاش صارت اش 2 وتألف استر اسيد مع الكول عم تعطي استر مع. اكيد الاسيد هو اسيد بروبانويك، الكول هو ايثانول. حنشوف تاني اكزامبل. تاني اكزامبل قدامكم ورقة وقلم عم تساعدوا بالتسمية، يمكن سمي غلط ما انا مشكل نرجع نتعود عليه. اذا اخذنا هيدا اول شي حطوا الاسم قدامكم بعدين نرجع نسمي. اتفقنا اللي مع سي دوبل يازون او او هيدي جاي من الاسيد بتخلص بي اوات، والجاي من الكول بيخلص بيل. نقصت هي وزدنا لها اش 2 او قصينا الاش 2 او اش سي او بدو يجي لعندها او اش، وهون سي اش 3 سي اش 2 او اش. معناتها هذا الجزء اللي اجى من الاسيد وهذا الجزء اللي اجى للكول، اتفقنا الجزء اللي اجى من الاسيد بيخلص ب اوات والجزء الجاي من الكول بيخلص بايل. هذا الكومبوزي شو بيكون اسمه؟ ميتانوات. ليش ميتانوات؟ لانه كربون واحد ديتيل. ميتانوات ديتيل، اوكي؟ فاذا هيك بكون نحن سميناه للاستر. طيب الاكواسيون كمان مره اكتبوا وارجعوا تاكدوا منه. الاسيد اتفقنا هو هذا اسيد ميتانويك اش سي او او اش مع الكول هو سي اش 3 سي اش 2 او كان عنده اش. هلا اكيد واحد بيقول لي طيب بركي انا ما رجعت لفوق والسيطة مثل ما انت عم تعمل، ما في مشكلة نحن نتعود عليها. نحن بنعرف انه هذا كان اسيد يعني اش سي او اش، وهذا كان الكول يعني بدي احط له او اش تصير الكول، تصير هذا عنده جروب كربوكسيل وهذا عنده جروب ايتوكسيل. سي اش 3 سي اش 2 او اش بدها تروح او اش مع الاش، وبشدد اكتبوهم بطريقة انه الجروب فونكسيونيل على نفس السطر مقابل بعض. هيدي الاش وهيدي الاو اش بدهم يصيروا اش 2 او، والباقيين فضل اش سي او المانو محوطين او سي اش 2 سي اش 3 اللي هو هيدا اش سي او او سي اش 2 سي اش 3. حتعطي اش سي او او سي اش 2 سي اش 3 مع اش 2. اوكي، فاذا الاسيد هو اسيد ميتانويك، الكول هو ايثانول لحتى يعطوا هيدا الاستر. حنشوف كومبوزي جديد كمان حتسموا قدامكم، بنرجع بنحط الاسم وبنكتب الاكواسيون قبل ما نبلش نطبق. هيدا الكومبوزي حنجزئه لجزئين، الجزء اللي معه سي دوبل يازون او اللي هو جاي من الاسيد وصلناها، هيدا هو بيخلص اسمه بيات في 3 كربون وهون رامفيكاسيون، والجزء الجاي من الالكول اللي هو هيدا بيخلص بيل، بصير اسمه دو ميتيل. هيدي ميتيل بروبانوات لانه 3 كربون ديتيل، الاسم هو دو ميتيل بروبانوات ديتيل. الاكواسيون هيدا بننسخه نفسه سي اش 3 سي اش سي اش 3 بس كان اسيد يعني كان سي او او اش. اكيد عم تكتبوها ترجعوا تشتغلوها، اذا لقينا صعوبه شوفوا كيف انا كتبت ترجعوا اكتبوها. حنطبق بعد كتير مثل ما قلنا، ححل عدد اكزرسيس كتير كبير عن هذا الدرس مع سي اش 3 او اش. لو اش والاش مع بعضهم بدهم يعملوا اش 2 زو، والباقيين اكيد انا بعرف رح يتالف هذا الاستر، يعني اصلا فيكم تنسخوه مثل ما هو بدون ما نعتمد مثل ما عملت هون او اش و اش. او اش اجت مع الاش عطتني اش 2 زو، تالف هيدا الاستر مع اش 2 زو اسيد مع الكول تعطينا استر معمول. هيدا اسمه اسيد دو ميتيل بروبانويك، هيدا اسمه ميتانول لانه هيدا الكول. بنشوف مع بعض اكزامبل جديد. اذا نحن اخذنا هيدا الاكزامبل جربنا نسمي، قصينا الليازون، حوطنا الجزء الجاي من الاسيد، هيدا جاي من الاسيد
حوطنا كمان الجزء الجاي من الكل. الجزء اللي جاي من الأسيد واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة يعني بيتانوات، دو دايما في دو بالنص. هايدي أن ميتيل إيتيل، نرقم واحد اثنين، نحط الترقيم واحد اثنين من عند الجروب فونكسيونال. لازم نبلش بصير اسمه بيتانوات دو أن ميتيل إيتيل، هيدا اسمه للكومبوزي. الأسيد اللي ألفه هو هيدا CH3CH2CH2CO، كان أسيد يعني معه OH، وهيدا كان الكول يعني CH3CH3CH3 كمان OH. نقلته CH3 مثل ما هو فوق، وهي CH مثل ما هي فوق، وهي CH3 كمان بس كان الكول يعني كان في هون OH. بدها تعطي إستر دو فلاش، ركز تكون ليميتي الإكواسيون توتال لا تقبل. الاستير هيدا مع اجزو اسيد مع الكول، استير مع مي مثل ما عملنا هونيك، او اش و اش بصيروا اجزو، والباقيين ننسخهم ورا بعض مثل ما هن. هيدا الاسيد بيكون اسمه اسيد 1 2 3 4 بيتانويك، وهيدا تسميه 1 2 3. بدي انتبه بتضيع كثير، بدي بلش 1 2 هيدا الكول، بلش من الطرف 1 2 3 بروباندول، يعني عندي اسيد بيتانويك وبروباندول تعطينا هيدا الاستر مع مي. كومبوزي اللي بعده حنشوفه هو هيدا الاستر كمان. نحن عم نوقف الفيديو عم نسمي، بعدين متأكد من الاسم. بعتقد ان الحالات الاربعة اللي قبل كل مرة كان في شي جديد، هالمرة صار مارق معي قبل. يفترض ان حطيته الاسم، حبلش جزء الموليكيول وين الاسيد وين الالكول. هيدا المعصي دوبليازون او اسيد، وهيدا الالكول مثل ما احنا شايفين الترقيم على الرقم 4 في ميتيل، بصير اسمه 4 ميتيل، 5 يعني بونتانوات ديتيل لأنه هون في 2 كربون، بصير اسمه 4 ميتيل بونتانوات ديتيل. رياكسيون هيدي من إلها مثل ما هي، اللحظين سخ تنسخ، بس هون كان كربوكسيل لأنه كان أسيد، وهي بنسخها مثل ما هي بس كان الكول. الإكواسيون كمان انتو عم تكتبوها بإيدكم، كتبت غلط ارجعوا شوفوا كيف كتبتها واكتبوها. تعطينا دو فلاش، هيدا الإستر مع أشتوزو، أسيد مع الكول تعطي إستر مع مي. هنسمي الأسيد 5، يعني هذا بيكون اسمه أسيد 4 ميتيل بانتانويك كأنه عندي 5، والألكول هو هيدا إيتانول. ناخد إكزامبل جديد هو هذا. دايما منقسم مين اجا من الاسيد مين اجا من الالكول، قصيناها. هيدا اللي هون اجا من الاسيد وهيدا من الالكول. اللي اجا من الاسيد 1 2 3 بيكون اسم بروبانوات دو، الالكول عندي دو ميتيل، دو ميتيل 5 يعني بروبيل، اوكي بيكون اسمه بروبانوات دو دو ميتيل بروبيل. بعتقد انه في قسم منكم اخر اثنين او اخر ثلاثة سميناهم صح، هيدا بيكمل. في قسم منكم بعده عم بيغلط التسمية، بنرجع الفيديو وبرجع مرة جديدة بسميهم قبل ما اكمل، لانه بعد ما بكتب الاكواسيون حبلش بالاكزرسيس تتكونوا متمكنين مظبوط من الدرس. اوكي حشوف الاكواسيون، هيدا كافي باخره سي واش، وهون بحط قشطة يصير الكول. هيدا هو اسيد البروبانويك مع الكول، نسخت هيدا مثل ما هو بس حطينا او اش بتعطي دو فلاش. هيدا الاستر مع اشتوزو، دايما بنشيل اشتوزو والباقيين بلزقهم ورا بعض، بيكون كتير عين الشغل بهالطريقة. الكول رقمناه، الاسيد هو اسيد البروبانويك، الكول من عند الـ OH من عند الجروب هيدروكسيل بيكون اسمه دو ميتيل بانتانول. طبعا تسمية الأسيد والكول مش عم ركز عليهم لأنه المفروض نكون متمكنين منهم من قبل، اشتغلناهم وحلينا عنهم أبليكاسيون. أوكي هيك نحن بنكون خلصنا 6 كومبوزي استير. حنبلش بأبليكاسيون تطبقوا بإيدكم. أبليكاسيون اكري لا فورميل ستركتورال دو بيتانوات ديتيل. أول شي بدي حط الجروب فونكسيونال،
الأسيد هو RCOOR1، هذا أنا لازم أكون أعرفه. بيتانوات يعني الجزء الجاي من الأسيد لازم يكون 4 كربون، يعني هذا هسه معه 3 كربون. ديتيل يعني هون لازم يكون 2 كربون. متأكد؟ بيتانوات ديتيل، أوكي؟ هلا في تلاميذ لبينما يتعودوا على الدرس بيقولوا لا، أنا بيتانوات ديتيل يعني هذا جاي من الأسيد بيتانويك، وإيتيل يعني جاي من الإيتانول. بيحطوا أسيد بيتانويك وإيتانول، يعني بيحطوا مثل ما عملت هون أسيد بيتانويك 4 ومقابلها إيتانول، بيشيلوا H2O بيتحصلوا على الإستر. كمان بالبداية منه غلط لبينما أتعود عليهم، بس أنا لازم أوصل أقدر أكتبها دغري. دايما كل ما تعودنا أكثر كل ما صرت عم بشتغل بأسرع واحتمال الغلط أقل. فإذا هيدا هو بيتانوات ديتيل. بنشوف كومبوزي تاني، ميتانوات دو دو ميتيل بروبيل. كالعادة أبليكاسيونات ما بجرب أبدا هدول، كمل الفيديو قبل ما أكون أنا كتبتهم. ميتانوات يعني سي دوبليازون أو فيها كربون واحد اللي هو هيدا. دو ميتيل بروبيل بلش من عند الأو، في 3 كربون ورا بعضهم يعني البروبيل، على الرقم 2 في ميتيل. هيدا هو ميتانوات دو دو ميتيل بروبيل. هون عم نشوف الترقيم 1 2 3، هيدا دو ميتيل بروبيل وهيدا الميتيل حوطني، فهذا صار اسمه ميتانوات دو دو ميتيل بروبيل. هنشوف بعد اكزامبل 3 ميتيل بيتانوات ديتيل. وقف نكتب بعدين نرجع نشوف 3 ميتيل بيتانوات يعني مع سي دوبليازون او لازم يكون في 4 كربون. هيدا سي لازم احط 3 قبل، وعلى الرقم 3 في ميتيل، وبعد الاو يعني هون لازم يكون في 2 كربون. نشوف الكومبوزي، هيدا 3 ميتيل بيتانوات ديتيل. 3 بلش من هون 1 2 3 4 3 ميتيل بيتانوات ديتيل. ابلكاسيون تانية، écrire l'équation de la réaction. هالمرة بدنا نكتب الإكواسيون، دايما تكتبوها بعدين ترجعوا بتطلعوا على الحل لأنه كاتبها كتير قبل. كل اللي كنت عم سميهم كنت عم بكتب الإكواسيون. طيب أول إكواسيون طلب بين الميتانول والأسيد بروباليك، مثل العادة بنحط الجروب فونكسيونيل مقابل بعض، يعني أنا إيتانول سي اش 3 او اش بدي احط مقابلها الجروب كاربوكسيل سي او اش سي اش 3 سي اش 3. لاحظوا كيف كتبتهم لازم يكونوا مقابل بعض. فاذا هيدا ميتانول وهيدا هيدا ميتانول وهيدا اسيد بروباليك، بتروح الاو اش بتاخذ معها اش بيعملوا اش 2 او، والباقيين اللي منهم محوطين بلزقهم ورا بعضهم سي اش 3 او سي او سي اش 2 سي اش 3 دو فلاش. هيدا هو الكومبوزي مع اش 2. يا ترى هيدا شو اسمه؟ كمان على الورقة اللي قدامكم حطوا الاسم، رجعوا طلعوا. اوكي حسميه انا هيدي المعصي دوبليازون او جي من الاسيد، هذا بيكون اسمه بروبانوات لانه هيدا الات ديميتيل بروبانوات ديميتيل. طب يجي واحد بيقول لي طب بركي انا كتبته مثل ما كنا نكتب قبل، حطيت الاسيد بالاول بعدين الالكول، ما في مشكله، مهم تبع هيدي الطريقة. يعني فيني أنا بلش سي اش 3 سي اش 2 سي او اش وحط بعض منه الكول وكمل حأحصل على بروبانوات ديميتيل. متفقين نحنا فينا نكتب من الشمال لليمين أو من اليمين للشمال. إكزامبل تاني، أسيد إيتانويك مع بروبان دو أول. هيدا الأسيد إيتانويك بروبان دو أول، هنشوفه قدامنا هيدا بروبان دو أول. عم نلاحظ انه عندي مشكلة، انا اذا راحت هيل او اش مع هيل اش بدها تجي هيدي الاو بتلزق هون، بتروح هي مع هي تتعطي اش دزو، بتصير سي اش تروا سي او تجي لهون الاو، بعدين عندي انا سي اش تروا سي او او لهون سي اش سي اش تروا سي اش تروا. لاحظين انه الموضوع فيه صعوبة وملبك بالشغل. تهين على حالي انا هيدي ما المفروض اكتبها هيك، المفروض مثل ما تعودنا بحط لو اش على السطر، يعني بروبان دو اول بدل ما اكتبها بالطريقه بحط لو اش على السطر. كيف بكتبها؟ حنشوف، حنحط الترقيم تنتاكد 1 2 3 بروبان دو اول، يعني شو عملت؟ تعشتها بس. فينا نكتبها هيك بسهوله، ايه ببلشوا بالاو اش وهي السي،
هذا لازم يكون دوول، يعني هذا التاني سيب تحطوا واحد قبله وواحد بعد، البيت بركي حطيتها فوق مش مشكلة بيطلع نفس القوس. هيك صار الموضوع كتير هيا. منشيل او اش، منشيل معه اش، يعطو اش دوزو. يفضل عندي هيدا الاستر سي اش تروا سي او، او سي اش سي اش تروا سي اش تروا مع اش دوزو. شو اسمه هيدا؟ اثنين كربون يعني ايثانوات دو ان ميتيل ايتيل. الاكزامبل الاخير ايثانوات دو ان ميتيل ايتيل اسيد ميتانويك مع بيتان دول، كمان اكتبوها قدامكم قبل ما نحن نكتبها. اسيد ميتانويك هو اش سي او اش، بيتان دول اتفقنا بحط الاو اش على السطر وانتقل بيتان. كتبتها هيك او اش على السطر بيتان دول، هذا لازم يكون رقم اثنين. حطيت كربون قبله اثنين بعده، حرقم تشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا بيتان دول. أكيدين نحن إنه هذا بيتان دول. طيب شو بيتألف؟ او اش بتروح مع الاش، تصير عندي هذا الاستير اش سي او او سي اش سي اش تروا سي اش دو سي اش تروا مع اش دو تو. هذا شو بيكون اسمه؟ ميتانوات ان ميتيل بروبيل. هيك بنكون نحن خلصنا الاستير مع تسميته مع الاكواسونات. بده تركيز منيح مش هين، بس بيجوا نفس الاسئله تقريبا، يعني العلامه بتكون عاده مأمنة. انا حاترك ابلكاسيونات اللي حب يطبق اكثر يتأكد أن الفكرة وصلت. بالتوفيق للجميع.